كابتن محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي. يا كابتن محمود بهنيك وبهني كل الشعب المصري بهذا الإنجاز المحترم جدا والأداء الكبير جدا لمنتخبنا الأولمبي في البطولة الأفريقية. والله الحمد لله، ألف شكر وشكرا على المداخلة الجميلة قوي دي اللي حضرتك قلتها. والله لأن فعلا زي ما أنت قلت إحنا مرينا بظروف صعبة، جهاز فني أجنبي لسه بادي من شهر 9 اللي فات، لعيبة زي ما أنت بتقول حضرتك مقارنة بالجيل اللي فات لعيبة ما بتلعبش في أنديتها، فجأة بقى في منتخب بنلعب في بطولة كبيرة مع فرق تقريبا كلهم محترفين، يعني كل الفرق اللي بنلعبها انت بتلعب 11 واحد محترف قدامك، ده اقل فرقه بتلعبها يعني. صحيح. اذا كان نايجر او مالي او اي فرقه، المغرب طبعا كلهم ال 23 لعيب محترف اصلا في المغرب كلهم، فدي طبعا ظروف كلها كانت صعبه على الجهاز الفني وعلى اللعيبه، لكن الحمد لله يعني بصراحه الاداء كان محترم. الاجسام قوه فرق اجسام القوه طبعا، فرق اجسام غريب يعني. الاجسام احنا بنشوفها في الملعب غير ما بنشوفها في التلفزيون كمان، خلي بالك كان في لعيبه في 2 متر و متر 90 ومتر 95، يعني احجام لعيبه باسكت مش لعيبه كوره يعني. صح. قوه جسمانيه فظيعه في المنتخبات الثانيه الصراحه. صحيح صحيح. انا مباراه النيجر يا كابتن محمود كنت قلقان منها جدا، وطلعت هنا بعد مباراه النيجر وقلت يا رب يا رب لعيبه منتخبنا وجهازهم الفني ما يهملوش، يعني المباراه كان فيها سوء حظ انا ما شفتوش في الكوره قبل كده بصراحه مباراه النيجر، وقلقت بعدها لا قدر الله لو عملنا نتيجه سلبيه قدام مالي كانت الامور هتفلت مننا رغم ان احنا بادئين كويس قوي. تعاملتوا ازاي كجهاز فني للمنتخب بعد مباراه النيجر اللي زي ما بقول لك كده كان يعني سهل قوي تهبط اي فريق في الدنيا يعني؟ بص كلنا زي ما بقول لك كده برضه، ما حضرتك بتقول احنا كلنا اصطدمنا، حساباتنا كلنا ان احنا كنا عايزين ناخد اول 3 بونت في المجموعه، بتفرق مع اي فرقه ان هي تبدا اخر 3 بونت. على الورق انت قلت عن نيجر ومصر، طبعا مع احترام النيجر لكن برضه مصر بحامله اللقب وكل الناس مستنيه، مع سوء الحظ اللي قبلك ده كله بخمس كور في العرض زي ما انت بتقول ما شفناش قبل كده ولا احنا شفناها، يعني كانت الكلمه الشهيره عندنا ما حدش شاف الموقف ده قبل كده، خمس كور في العارضه غير اللي اتصد غير اللي بره في الضربه، عملت لنا شويه دربكه في حساباتنا. اللعيبه رجاله اعتبروا الماتش ده خساره فعلا، انا ما بهزرش، معسكر كنت تمشي فيه كانك ماشي يعني في ميتم، كله زعلان كله متضايق اننا خسرانين، يعني حتى الكوتش وكابتن بركات قال لهم يا جماعه في ايه انتوا مش خسرانين، دي لسه احنا اول ماتش في البطوله وعادي، وقالوا لهم سيناريوهات ناس اتكعبلت، منتخب مصر الاول في بطوله كاس العالم اللي فاتت لو فاكر كان عنده مشكله في اول ماتش ووصل للفاينل يا جماعه، بس فعلا اللعيبه كانت مركزه تركيز غير طبيعي في ماتش مالي بصراحه يعني. صحيح. ودخلوا الماتش الحمد لله ربنا كرمنا، فرقه قويه وكسبناها. ماتش امبارح كان فيه مع التسرع والهوجه، لان برده خباك انت عايز تبقى متصدر، لان تصدرك ده هيخليك موجود في طنجه، ما نضطرش نسافر للرباط ونرجع تاني، كان هيبقى فيها شويه معوقات شويه للمنتخب. لا وعشان نبقى امنا برضو يا كابتن محمود، مواجهه غينيا غير مواجهه منتخب المغرب على ارضه وسط جماهيره، ومنتخب جاهز أكيد. جدا يعني. اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا. وبقول لك اللي زاد التوتر مالي جابت الجون الاول هناك في الماتش، يعني بتلعبوا في نفس الوقت الماتشين فوترنا اكتر، يمكن لغايه ما انتبهنا قلنا يا رجاله خلي بالكم مالي كسبانه واحد، فالدنيا كده بتروح مننا. فطبعا الحمد لله اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه الدنيا ظبطت شويه، لعبنا بالسيده والحمد لله ربنا كرمنا بالجونين دول وتصدرنا مجموعه. عظيم جدا. مواجهه غينيا هي برضو وان كانت قد تبدو على الورق اسهل شويه من مواجهه المغرب، ولكن تبقى مواجهه صعبه عشان غينيا كمان عندها عدد محترفين لا باس به. طبعا بص خلاص انت خلاص 4 منتخبات موجودين في سيمي فاينل، الاربعه اي واحد منهم ممكن ياخد البطوله. فكله هينافس وكله هيقاتل ان هو ياخد البطوله. زي احنا اكيد كل منتخبات طموحاتها زي طموحاتنا، لكن احنا اكيد حاملين اللقب وطموحنا ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نرجع بالبطوله ان شاء الله لمصر. في لاعب تحديدا، كل لعيبه منتخبنا الوطني رجاله وكلهم كانوا نجوم في هذه البطوله حتى هذه اللحظه كلهم بدون استثناء، بس انا هقف شويه عند ابراهيم عادل اللي انا كنت قلقان عليه ومنه، يعني اللي هو راجل مش احسن مواسمه يمكن هذا الموسم ما بيشاركش كتير، ممكن الاصابات خليته يغيب شويه دكه شويه مع بيراميدز، بس جه بقى قائد حقيقي للمنتخب الاولمبي وفي افضل مستوياته على الاطلاق يا كابتن محمود. بص يعني ابراهيم يعني ربنا يكرمه طبعا يكرم بقيه الناس كلها زي الفل، لكن ابراهيم خلي بالك خبراته كبيره، ابراهيم ما شاء الله لعب اولمبياد، لعب كاس امم، لعب مع المنتخب الاول بطوله عربيه، يعني لعب حاجات كتير قوي، يعني
اصغر من سنه يعني، ده يعني هو ده دلوقتي بيلعب في جيله، لكن صح. هو لعب مع كابتن شوقي غريب اولمبياد وكاس امم وراح مع المنتخب الاول يعني ما شاء الله، فدي طبعا اكيد عملت له خبرات اكيد صحيح. صحيح. لكن هرجع اقول لك كلهم فعلا رجاله وكلهم متحملين مسؤوليه، واللي بيلعب زي اللي مش بيلعب، ودي مثل المنتخب ده فعلا يعني، في ناس ما شاركتش عادي خالص كانهم بيلعبوا زيهم زي زملاتهم اللي بيلعبوا عادي خالص، ما فيش عندنا دي ميزه في الجيل ده فعلا الترابط، ان هم كلهم حاسين عايزين يعملوا حاجه لاسمهم، لان يعني الجيل ده اتظلم انت عارف لما راحوا قبل كده كاس امم وجالهم كورونا وما لعبوش وحصلت قبل كده صحيح. فكلهم عايزين يعملوا حاجه لاسمهم والمصر. صحيح. كابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الاولمبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومره اخرى بهنيك وبهني كل منتخبنا الاولمبي سواء لاعبين او جهاز فني على هذا الاداء في هذه البطوله الافريقيه تحت 23 سنه حتى هذه اللحظه. احنا قطعنا شوط كبير جدا نحو الوصول لاولمبياد باريس للمره الثانيه على التوالي في الاولمبياد، باذن الله نكسب مباراه غينيا نضبط الصعود للاولمبياد، لا قدر الله ان شاء الله ودي مستبعده باذن الله، خسرنا هذه المواجهه فلسه عندنا فرصتين للصعود للاولمبياد سواء الحصول على المركز الثالث أو لعب الملحق، وإن شاء الله نصعد للنهائي وناخد البطولة كمان، نصعد للأولمبياد ونفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة.